تظاهر عدد من أصحاب الأكشاك والبسطيات في منطقة سوق هرج وسط مدينة الناصرية بعد أن استلموا قرار إزالة لأن البلدية سلمت أكشاكهم إلى مستثمر دون بديل، ما دعا إلى تفريغ غضبهم بقطع الشارع المؤدي إلى منطقة الحبوب وحرقه. احنا شباب عطالة يا بطالة، لا شغل ولا عمل، يعني أو وظيفة ماكو، يعني جيش والدي يردون من عنده إلا 20 ورقة، يعني أقشي بلدية حتى البلدية، يعني حرمانة مال لبن نفتح هنا يا دائما يكسرون بالقلاصات وما يخلونه، يعني وين نروح نبوق؟ يعني انتم قاعد تقولون بوقوا لا وظيفه لا هاي. احنا اصحاب بسطيات صار لنا اكثر من 20 سنه بهن ذن مكاناتنا، حولونا من هاي الصفحه لهاي الصفحه وباقوها باك المدير البلديه وطاح الواحد، لا بلغنا ولا قال لنا، وهسه جانا امر ازاله واحنا عايشين على الله وعليهم. يوم طالب لحقنا، لحقنا نطالب بشيناتنا، شراء المستثمر شراهن زين، واحنا سنين هاي بيها لا راتب لا معيشه غير الله وهن. الحكومة المحلية في ذقار أكدت أنها قامت باستلام المطالب من المتظاهرين وإرسالها إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم والاستمرار في متابعة الموضوع، كونها مطالب قالت أنها مشروعة. مطالبهم وصلت إلى الجهات المعنية وسوف تكون تتخذ الإجراءات اللازمة بحق كل صاحب حق، وسوف تكون هناك متابعة مستمرة من مكتب السيد المحافظ ومتابعة هكذا حالات. بالتالي احنا نؤكد بأن حاجة أبناء المحافظة وخدمات أبناء المحافظة حق شرعي ومطالباتهم هي حقوق شرعية. هؤلاء المتظاهرين هم أصحاب عوائل عصفت بهم ظروف الفقر والحرمان إلى اتخاذ سوق هرج مصدر عيش لهم، السوق الذي يطلق عليه بسوق الفقراء الذين لا يملكون رواتب أو وظائف أو أي مصدر رزق غير أكشاك متواضعة يوفرون منها لقمة أطفالهم. منى البدري، قناة رشيد الفضائية، الناصرية.